عليكم، معكم المهندسة سارة السويدي. إن شاء الله حنعطيكم مادة اللغة العربية للصف الخامس. اليوم حنبدأ بأول درس في القراءة وهو النخلة. كلنا عارفين النخلة وكذا، كلنا شايفين هذه هي صورتها. النخلة هنا مفيدة للإنسان، النخلة مفيدة للإنسان، عارفين أن النخلة مفيدة للإنسان. النخلة هذه شن تعطينا؟ النخلة هذه تعطينا التمر. التمر هذا عارفيننا وكلنا كده ضايقيننا، هو من ألذ أنواع الفاكهة وأطيب الأطعمة. يأكل الفقير هذا التمر، يعني هاي أي حد يقدر يأكل الفقير هذا، أي حد يقدر يأخذه، حتى المسافر لما يسافر يعني عادي يقدر يأخذه يشيله معه، حتى لما يجينا ضيف نقدر نقدمه له عادي. حتى أجدادنا زمان كانوا لما حد يمرض كانوا يعطوه التمر، كانوا يستخدموا فيه كدواء، كانوا لما يعطوه التمر كان يصح. عندي هنا النخلة، أنا حتى هي نستفيد منها في حاجات واجدة، بكر نستفيد منها في حاجات واجدة زي زعفها الأواني والحصر، زي المبين لي في الصورة هنا. الحصر اللي هو زي الفرش كانوا يجمعوا عليه يديروا فيه ويجمعوا عليه. عندي الأواني زي الأواني اللي من السعف مديورة اللي هي زي هيك. عندي هنا حتى من بعض الأتات، حتى بعض الأدات يستخدموا فيه من شنو؟ من النخلة. هنا عندي هنقرأ الدرس. عندي هنا النخلة مفيدة للإنسان، فتمرها من ألذ أنواع الفاكهة وأطيب الأطعمة. يأكل الفقير هذا التمر ويتزود به المسافر، ونقدمه للضيف، ونصنع من جريدها وسعفها الأواني والحصر وغيرها من الأثاث. ولم يجد أجدادنا أفضل من التمر طعاما ودواء. هيك كملنا درس، هنبدو في الأسئلة. هنا قال لي نبي جملة مفيدة وبين أجزاؤها. هنشوف في القطعة جملة مفيدة. هنشوف أول حاجة جملة مفيدة عندي النخلة. جملة مفيدة معناها نبي جملة كاملة، زي جملة نبدو بالنخلة. النخلة لما نقول نخلة بروحها، هل إنك استخدمت جملة؟ هل بين نخلة كانها عرفت إن النخلة يعني ما عطتنيش جملة؟ الجملة لازم إن أنا بقول لك نبي جملة مفيدة، لازم تعطيني يعني نعرف إن الجملة هذه تجد كاملة، يعني جملة مفيدة. زي هنا قال لك النخلة مفيدة، به أنا خذيت مثلا نخلة مفيدة، به مفيدة للنخلة، النخلة مفيدة للمن. لما جي يقولي النخلة مفيدة للإنسان، هيك ما أنا عطتني جملة مفيدة، صح جملة راكبة كلها، النخلة مفيدة للإنسان. هنجو هنا نشوف النخلة، قال لي بين أجزاؤها. النخلة هنا هي أول حاجة نعرفها إن هي جملة اسمية ولا فعلية. لما بنشوف النخلة هنا بدأت لي باسم، معناها مبتدأ، مفيدة خبر، أخبرني إن النخلة مفيدة للإنسان. للهنا حرف اللام على حرف جر، وإنسان اسم مجرور. هنشوف هنا قال لي يبي أربعة أسماء، أربع أسماء. لما نشوف النخلة هنا، لما نشوف الدرس في القطعة هنشوف أربع أسماء. عندي النخلة هنا هذه اسم، هنشوف الفاكهة هنا حتى هي اسم، عندي الأطعمة اسم، الفقير اسم، في واجد في القطعة اسمه، التمر اسم. يبي هنا حرفين. لما نشوف القطعة هنلقى من وهنلقى لا حرفين. هنا قال لي يبي مفردا مذكر وآخر مؤنثا. مفرد مذكر هنا لما نجي نشوفه في الجملة هنلقى المسافر وهنلقى الفاكهة. لما نجي نشوفه في القطعة هنا يتزود به المسافر، المسافر هنا مفرد وهو مذكر. لما نجي نشوف الفاكهة، فاكهة هنا حتى هي مفرد وشنو؟ مؤنث. يبي هنا حرف نفي، حرف نفي. لما نجي هنلقى حرف واحد وهو شنو؟ لم، حرف نفي اللي هو لم. يبي هنا قال لي لام قمرية وأخرى شمسية. عندي هنا لام قمرية، لما نجي نشوفها في القطعة هنلقى كلمة الفقير. كيف عرفت هذه الفقير؟ عرفت لنا فوق اللام في سكون، معناها لام قمرية. لما نبي نشوف لام شمسية هنلقى النخلة، نخلة هنا في شدة، معناها لام قمرية الفقير ولام شمسية النخلة. كلمة فيها شد، شدة وبين نوعها. عندنا هنا اخترنا قلنا النخلة، النخلة هنا فيها شدة وبين نوعها. هنشوف فوق الشدة شنو؟ لو لقيت
فتحة هنكتب مفتوحة، لو لقيتها ضمة هنكتب مضمومة، لو لقيتها كسرة هنكتب مكسورة. هنا هنجي نشوفها في النخلة، نشوفها في القطعة، هنا اللي نلقاها فيها فتحة معناها شدة مفتوحة. يبي تنوينا وبين نوعي، عندي مفيدة، مفيدة هنا بين نوعها هنا الضمة، ليش؟ لأنها آخرها ضمة. كلمة فيها مد وبين نوعي، عندي أنواع، نحن طبعا كلنا عارفين الأنواع. المد عندي مد بالألف، عندي مد بالياء، عندي مد بالواو. هنا حنشوف الكلمة عندي أنواع، هنا مد شنو؟ مد بالألف. هنا قلي اختار الإجابة الصحيحة من بين القوسين. هذا، هذا عارفينها نحن كلنا من أسماء الإشارة. أنا عندي حرف أم اسم أم فعل، فهو حنختار شنو؟ حنختار اسم. عندي الأواني والحصر، الأواني والحصر، عندي هنا مفرد أم مثنى أم جمع، هنا الأواني والحصر شنو؟ جمع. يأكل، فعل شنو؟ فعل مضارع ولا أمر ولا ماضي؟ يأكل فعل مضارع. هيك كملنا الدرس وكملنا الأسئلة. حنتلقوا واجب في الصفحة، يعني أرجو المتابعة. موفقين إن شاء الله.